هنا معكم مشاهدينا، ونتابع بعد قليل تساؤلات حول كيفية تجاوب ذهنية الأطفال مع مادة الرياضيات. الإجابة عليها تأتيكم بعد قليل، ترقبونا. مرحبا بكم من جديد. أثارت دراسة حديثة عدة تساؤلات عن كيفية تجاوب ذهن الأطفال مع مادة الرياضيات. بالفعل يا نبيلة، وتحديدا عند استخدام طرق تعليم غير تقليدية تعتمد بالدرجة الأولى على تكوين الصورة البصرية في ذهن الطفل. المزيد مع فائزة العزيز، نتابع ثم نعود للحوار. 26. قديما قالوا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، لكن يبدو أن العلم لم يكتفي بهذه المقولة، وراح يبحث عن كيفية تعامل الدماغ مع المعلومات وكيف يستطيع الطفل أن يحفظ. واليوم سنحاول التعرف عن كثب على طرق تبرمج الدماغ وتجعل الرياضيات مثلا مادة سهلة ومحببة للصغر. حتى يحب الطفل شيئا عليه أن يعرف كيف يتعامل معه، ولعل مادة الرياضيات بكل تعقيداتها قد تلقي بظلالها السلبية على الأطفال ما لم يجدوا شيئاً محبباً فيها يجذبهم إلى عالمها، لتتحقق الفائدة مستقبلاً عندما يكبرون. التعليم الابتدائي يفيد الأطفال في حياتهم المستقبلية، لأنهم بمجرد احتياجهم لأي معلومة سيقومون باستدعاء المعلومات القديمة المخزنة في الذاكرة. نحن نقوم هنا بالتركيز على تطوير مهارات الدماغ. المهارات وطرق التعليم غير التقليدية التي تهدف إلى تركيز المعلومة عند الطفل لتجعله يجيب عن المسألة حتى من دون التفكير فيها وكأنه آلة، قادتنا إلى السؤال عن كيفية تعامل الدماغ مع المعلومات المستقبلة. في هذا الفصل نعلم الطفل استخدام المعدات في العمليات الحسابية. بمرور الوقت سيقوم بحفظ هذه الصور في ذهنه مثل آلة الحاسبة، ويقوم بتحريك المعدات ذهنياً. لذلك ترين الأطفال يجيبون دون العد على أصابعهم. قد تكون هذه الإجابة مرضية بعض الشيء، لكن المذهل هو طريقة ترتيب الذهن لدى الطفل الذي يستطيع استدعاء هذه المعلومات في الكبر شرط أن يكون مواظباً عليها. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي، فائزة العزي. وينضم إلينا في الأستوديو محمد الجبوري، أكاديمي ونائب مدير مدرسة إقرأ الدولية. أهلاً بك معنا. أهلاً وسهلاً. بداية، ما هي أبرز الوسائل لتطوير القدرات الذهنية لدى الطفل؟ الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. في البدايه نحب نشكر قناه الحره على البرامج القيمه هذه. حقيقه الوسائل اللي طورنا القدرات الذهنيه هي كثيره، بس احنا نحب ننوه انه لها علاقه بدايه بالبيئه المرتبطه بالطفل، فعشان ما نكون في معزل عن الأب والأم اللي هم المسؤولين في الأساس في اختيار هذه البيئة. أكيد. وطبعاً نجي على اختيار المدرسة، هي جزء من البيئة والمجتمع، فالأساس يكون من البداية مفروض على الأب والأم. يعني من البيت ينطلق. من البيت ينطلق. أنه اختيار حتى في المدرسة في انتقاء، لأنه هذه القدرات الذهنية تعتمد على الآن على الفاسيلتيز اللي موجودة في المدرسة. كل ما تكونت أو كل ما المدرسة مهتمة في جوانب كثيرة، حتكون تشوفين القدرات الذهنية للطفل مميزة. احنا نجي إذا نتكلم على المناهج المدرسية، هي مناهج مفرغين من عندها، مدروسة ممنهجة مبرمجة، سواء نحكي على الرياضيات سواء نحكي على اللغة، هي في كل يعني سواء منهج عربي احكي او اجنبي، هي احنا مفرغين منها.
الطرق اللي تعرض أو الوسائل اللي تعرض فيها هذه ما شاء الله في تطور وتقدم طيب. ومختلفة. طيب أستاذ، نعم. مدام ذكرت المناهج التربوية بالنسبة للمدارس تختلف، في منها اللي بتكون ربما معقدة أو اللي بتكون سهلة، لكن هل تعتقد أنه تطوير ربما القدرات الذهنية للطفل، نعم. هي مرحلة متعبة ومرهقة بالنسبة لمخاط الطفل الصغير؟ لا هي ما في، الحمد لله يعني حتى الوقت محسوب، ما في إرهاق لمخاط الطفل. نحن إذا نتكلم كل إشي فيه إفراط فيه إرهاق للمخ. أكيد. يعني لو المدرسة أفرطت في الوقت التعليمي وأخرجت عن المعايير العالمية أو كأنه زادت الوقت بدون حسبان، هذا يأثر لي على مخ الطفل. فالحمد لله إحنا كل إشي محسوب وكل إشي في منهجية في كل المدارس، وحكيت لك في أي منهج هو مدروس. احنا مثلا مدرستنا منهج امريكي، المنهج موجود في امريكا ويطرح حتى في نفس الطريقه في امريكا كاساليب يستخدمها المدرس داخل المدرسه، طبعا عديده وكثيره. هذا كمنهج. حكينا على الفاسيلتيز، شو هي الفاسيلتيز اللي تنميها؟ انشطه ثانيه كثيره تنمي للطفل، مو فقط الدراسه والمواد. أكيد. لا، اللي تنميني هالقدرات، الانشطه الرياضيه كثير مهمه. تحدثت عن الانشطه الرياضيه وسؤالي حيكون، نعم. في هذا النساق، يعني في هذا السياق، الرياضيات هل هي الوسيله المثلى لتنميه قدرات الطفل؟ انت اذا تتكلمين كرياضيات، هذه ماده علميه بحته اللي هي الحساب، الاعداد، هذه فعلا لها جانب كبير في تطوير القدرات الذهنيه لدى الاطفال. واساليب طرحها الان ممكن حتى حيدخل علينا التكنولوجيا، تدخل في المدارس، يعني هي دخلت يعني بالأسف. ممكن بدينا احنا في التطبيق يعني كايباد واستخدام واللوحات الذكيه في كل شيء. فالطفل الان دا يستخدم المهاره هذه كجيمز، كمستمتع فيها، تفهمين كيف؟ نتكلم عن الرياضة اللي هي الحركات أو نعم. التمرينات الرياضية، نعم. هذه إلها جانب ثاني في أكيد. التطوير. أستاذنا أكيد الحديث يطول عن هذا الموضوع، أشكرك جزيل الشكر. محمد الجبوري، أكاديمي ونائب مدير مدرسة إقرأ، شكرا لك على هذه التوضيحات. يعطيكم العافية. إذن عالم السوشيال ميديا المثير نتصفح ملفاته وأخبارها الشيقة برفقة توني نداف، ترقبوها بعد قليل.